شو صار لك؟ شو بك؟ تعبانة، فيني اشرب عصير ليمون؟ لك بس انت قتلي المسؤولة، انت مانك رايحة على الحرب، شو بك؟ حاسة حالي تعبانة، ما في شي اشربه. كأنه مطالبك عم تزيد شوي شوي. بدك قهوة؟ ايه تكرمي. جرسون استنى شوي، خليني خبي السلاح. لك شو عملتي؟ كان ممكن يشوف السلاح و... اي صح، خليني شيله معناته. لا. لا لا انا بشيله مشان ما يشكوا العالم فينا. خلي عينك عليها منيح، انا رايح اجيب خطاب المسؤوله من غرفتها، وانا رح ابعث لك اكل وشي تشربه لحتى تعطيها اياه. ماشي يلا روح. بعد كم يوم رح يصير كل شيء إلي وبس، ومن بعد ما صير أنا المسؤول رح أقول للشعب اللي واقف قدامي إنه هاي كانت نيتها لفاسودا، وإنه هدول كانت كلماتها الأخيرة. رح أقولن لكل العالم: سيداتي سادتي، فاسودا ما ماتت، ما ماتت، هي عايشة بمبادئنا وبأفكارنا وقيمنا اللي تربينا عليها. فاسودا عطتني منصب المسؤول، كانت أمنية تكون أنا المسؤول عن البلد. هي علمتني كل هالمبادئ، علمتني شو هي أهمية العدل، وقالت لي يا روهيت إذا كنت مقتنع بهالمبدأ وبيجي حدا بيحرمك من حقك هاد، وقتها لازم تاخد حقك بالقوة. المسؤولة علمتني هيك. سيدي لازم نقلك على شيء مهم. صار معنا شوية مشاكل، ابنه للأستاذ كولي حاول يفوت أمنا منعناه. براتشي براتشي وين سكتي؟ براتشي وضربته على راسه ووقع على الأرض، ما كان يسمع منا. العالم بلشت تعرف شو هي الخطة تبعنا. احنا ما عم نحاول نسرق بنك، ما لنا بحاجة لكل هالمحتجزين. شو بدنا نعمل؟ نمحيلوا ذاكرتهم يعني؟ اقتلوهم كلهم، اقتلوا كل عيالهم وخلصوا منهم كلياتهم. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.